اهلا وسهلا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. اليوم جيت نعمل لكم اللحام بالقسطال. اللي هادي مش نقول لكم تقريبا عام من العام اللي فات وانا خصني نصورها، ما كيكتبش ما كنجبرش القسطال مزيانين ديالنا، ما كيخرجوش ما كتزولش منهم داك الجلده اللي كتكون داخل. جربت هادو، قلت نشوف هادو ونعرف. طب الله خير. كنحتاجو اللحم طبعا، عندنا بصله، ملح، الابزار والزعفران. انا الخرقوم ما كنعرفش نطيب به، كنتوش عسى ربي. صافي كنشربو اللحم ديالنا، كنعملو هاد التعرق مع البصله والملح والابزار والزعفران، كنشقو الكريستال وكنعملوهم في الفران يتشوهو. المهم هانتوما معايا، دابا غنشبر البصله نحكها في الطنجره ونشق القسطال، نشبوه نشقوهم هكذا بحال ايكيس. الشق واحد الطريقه ديالو، ما شي شي حاجه نمشي نوريها لكم. صافي هانتوما معايا. بالنسبه للقسطال كنشقوهم بهذه الطريقه هذه، ردوا البال على يدكم حيت ما راه كتمشي. عرفتي واش كدير لكم؟ باش نزلو شبو هذا تشو، يمكنكم تعملوها غير هكذا غير هكذا مقعنا الراس. انا كتعجبني هذه المثلثه حتى بحال اللي كيتقشروا راسو هكذا. او كنشبو اخرى وهكذا. المهم غنبقى بهاد الطريقه ديال تنكمل هادو وهانتوما معايا. تشو ملي كنشقوهم ياك، انا كنعملهم واحد 10 دقائق يبقاو في الماء، الماء وملح صافي كيجيو مزيونين. ماشي ما عرفتش، المهم شي حاجه شي ناستو ساكنه في داك الماء كيشني هي ما نعرف. انا مساوي من راسي جاتني هي هادي معادي من البزبوس. إيه حكينا البصله ديالنا، غادي نعملو الملح. اي معني الابزار كدبكي 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 كدبكي. صافي كنعملو الزيت. اي ما والله عينيك صافي. كان نسيت هذا الزعفران غير اللحم. صافي كنخليو في هذا اللحم داك اللحم البصله شويه تشحر ونعملو اللحم. صافي دابا كنعملو اللحم ديالنا. صافي كنبقاو بهاد الطريقه حتى كنكملو اللحم ونخليوها تعرق وكنكبوا الماء. كنشربوا واحد اللامبا ولا جوج كيسان د الماء باش كنطيبوا فيهم القسطال. صافي كنشربوا ديك اللامبا الزيت داك الماء ديال اللحم اللي خلينا كنعملوها وكنزيدوا عليها القسطال ديالنا. صافي كنخليهم يطيبوا. ها هما الخسطال ديالنا من بعد ما طابو في ديك المريقة ديال اللحم، هم كيف كيرجعو، شي كيتفتت شي كيبقى صحيح. حق طبخوني في التقشير ديالهم، لأن ماشي د حيت كيكونو تسبتة كيكونو مزيونين، طايا كنقولو فروق، طايا كيزول منو كتزول منو الجريدة، هذا والو. المهم هما طابو، من بعد باش نفرغهم والطبق النهائي إن شاء الله. كيف كتشوفو الطبق ديالنا النهائي هاد الساعة هو هذا لحم بالقسطل. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، ولكن خصكم تشوفو القسطل تسبتة ماشي لهنايا، حتى العام الماجي إن شاء الله. طحينا مهنينا.